السلام عليكم، انا الشيف شكري وهعمل معكم النهارده نوع من انواع الجلاش في اول يوم رمضان. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يعود علينا وعليكم بالف خير. نوع جديد وشكله جديد زي ما انتم شايفينه، وطعمه احلى من شكله، وان شاء الله تجربوه ويعجبكم. وعلى بركه الله نبتدي الشغل. عندي لفه الجلاش اهيت زي ما انتم شايفينها، وقبل ما نشتغل خالص لو لفه الجلاش بتاعتك ناشفه ما تعمليش النوع ده، عايز لفه جلاش طريه. عندي كريمة المطبوخة نزلت لكم الفيديو بتاعها امبارح، وعندي نوع مكسرات اللي موجود عندك. انا هشتغل بالسوداني مش بمكسرات، انت ايه اللي عندك اشتغلي بقى بيه. خدت ورقتين اهمت ولفتهم على الواسع، خدي بالك بلف على الواسع مع لفة جلاش طرية، وضمها على بعضها كلها على اي حتة خشبة عندي، على اي ماسورة عندك بالشكل اللي انت شايفه ده. كده لازم تبقى الجلاش طري علشان يعمل معايا الشكل ده اهو. ضمناها على بعضها كويس، وهنطلع الماسوره اللي احنا لفينا عليها او الخشب اللي انا لفيت عليها، وهنشوف هنعمل فيها ايه تاني. هلم بس لفه الجلاش على جنب عشان ابين لكم هنعمل ايه اهو. بعد ما لفتها هبدا افردها تاني اهوت، ومحافظ على الكشكشه اللي هي عاملاها، يعني بفردها ومحافظ على الكشكشه اللي انا عملتها على الماسوره دي اهو بالشكل اللي انتم شايفينه ده. فده طبعا زي ما قلت عايز لفه جلاش طريه. لو اللي عندك مش طريه ما تشتغليش النوع ده، اعملي اي حاجه تانية، صينيه عاديه خالص وخلاص. نظبط الورقه، وزي ما قلت انا بشتغل بالسوداني اهوت، احطه على مسافات مع بعض، يعني الورقه هنعملها على اربعه او خمسه اهوت. حطيت المكسرات بتاعتي زي ما قلنا اهوت، انا بالتفصيل اهوت معاكي علشان يطلع ان شاء الله مظبوط. وعندنا الكريمة المطبوخة الفيديو بتاعها نزلناه امبارح اهو. تاخد معلقة، مش عايز اقولك بقى حط في كيس وحط من الكيس، المواضيع مش المواضيع ابسط من كده، بمعلقة صغيرة، وهتاخدي حتة بالمعلقة الصغيرة وتحطيها فوق المكسرات اهو، حتة كبيرة حتة صغيرة براحتك خالص على ملو المعلقة الصغيرة اهو، تغطي المكسرات اللي انت حطاها. هتمسك المكسرات وهتدي لها طعم وهتدي شكل لقطعة الجلاش. الجلاش شكله ما بيبانش غير بعد ما بيستوي، يعني بعد ما بيستوي بتشوفي شكله. هنجيب الطرف الاولاني نغطي بيه اهوت زي ما انتم شايفين، وادي الطرف التاني برضو، وبلم الكشكشة خدي بالك، وبغطي بالطرف التاني اهوت، وحافظ على التكسير اللي موجود في الورق على الطرفين زي ما انتم شايفين كده. بقفلها زي البونبونايه اهوت ما بين الاتنين، بتك بايدي، فلازم تبقى الجلاشه طريه علشان تمسك معايا وتقفل زي البونبونايه كده اهو. انا بفكرك انك لازم تكون لفه جلاش طريه قبل ما تشتغلي بيها اهو بالشكل ده، واقفلها برضو من الناحية دي بالسكينة، هقطع ما بين الاتنين اهوت. موضوع سهل وبسيط جدا، مفيش فيه اي مشاكل ولا اي خوف اهو. عند الصينية مدهونة سمنة، الصينية بتاعتي، واخد جلاشة امسكها من بوزها كده ومن ظهرها، واحطها بزاوية ميل كده هتشوفوها دلوقتي جنب بعضها، بحيث ان كله يبقى شابك في بعضه اهو. بعد الصينيه بتاعتنا اهيت حطيناها بميل كده اهوت اهوت، شوفي اهي، وبتظبطي شكلها وانت بتحطيها، وهي بعد السوا بتظبط نفسها على طول. ادي شكلها، نعمل واحده تانيه بسرعه كده اهوت. ادي الورقتين خدناهم لفناهم
وهبدأ ان انا اضمهم على بعض زي السوستة قلنا اهوت. لازم تبقى الحاجة اللي انت هتلف عليها ديت ناعمة علشان تزحلق من عليها العجين اهو. زي ما انت شايفينها كده اهوت، بفرد وبحافظ على الكشكشة بتاعت الورق. اهوت بنظبطها، موضوع سهل وبسيط خالص. هنحط المكسرات بتاعتنا اهوت على بعد، بحيث انك تعملي قفلة لقطعة الجلاش هي واللي جنبها. يعني خمس قطع اهوت، وهنظبط المسافات بينهم بالشكل ده، وهنحط الكريمة بتاعتنا بالمعلقة الصغيرة. نحط الكريمة المطبوخة بتاعتنا زي ما قلت، الفيديو ده نزلناه امبارح، اللي حابب يشوفه هسيب لكم اللينك بتاعه ان شاء الله تحت الفيديو اهو. اتحطنا الكريمة، غطينا الغطاء الاولاني والغطاء التاني اهوت، وابدأ اقفل بايدي البونبوناية بتاعت الجلاش اهو. زي ما انتم شايفين وهقطع بالسكينة وحايد اهوت قطع قد بعضها كلها، وعلى الصينية بتاعتنا على طول. بمسك برضو من فوق ومن ورا ومن قدام كده، بقفل عليهم وباخد الواحدة او القطعة واحطها بميل كده اهو. زي ما انتم شايفين كله بيظبط مع بعضه. وبعد ما بتاخد السمنة، اي ورقة بتبقى طايرة او عالية او الكلام ده كله بيتساوى، بشكلها بيختلف تماما بعد ما بتستوي اهو بالشكل ده اهو. هكمل انا الباقي ونشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. انا خلصت خلاص اهوت، عندي السمنة سايحة. حط سمنة براحتك، هتصفي لو فيها سمنة زيادة هتصفيها بعد ما تطلع من الفرن اهوت. حط بالسمنة زي ما انت عايزة اهوت، سمنة سايحة بنسقي بيها الجلاش. من الأصناف اللي هي السمنة بتفرق معاها خالص الجلاش اهو، ومش هياخد اكتر ما محتاج، لان الزيادة هتلاقيه في الصينية. هنسيبها تشرب السمنة بتاعتها، وعلى الفرن على طول. هي استوت على درجة 180 درجة، الشبكة اللي في الوسط عند الشربات بتاعها اهوت. الشربات ده كوبايتين سكر وكوباية مية ونص ليمون، يعني شربات تقيل. كوبايتين سكر وكوباية مية تحطوا على النار يغلي، تعصر عليهم نص الليمونة، تسيبهم 3 دقايق يغلوا، متشكرين على كده. الشربات بارد والصينية سخنة، وهنسقي الجلاش بتاعنا. السقي بتاع الجلاش بقى، اللي بيحب السكر زيادة هيزود شوية، اللي بيحب سكره هادي هيعمل زي ما انا بعمل كده بالفرشة كده. الناس اللي بتحب الحاجة الحلوة يعني معتدلة اهو. هنسيبها تشرب وتبرد ونشوف هنعمل ايه بعد كده. شربت وبردت وغرفناها اهوت في طبق. هذه القطعة اهيت ماسكة نفسها ومنفوخة وشكلها حلو، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. اهيت نقرب لها بالكاميرا ونشوف الدنيا عاملة ايه. شكلها عامل زي القوقعة كده، وكل ما تكون لفة الجلاش اللي عندك طرية هيطلع شكلها احسن اهو. شكلها جميل وطعمها طلع جميل فعلا. اهوت
مقرمشة وعالية، رغم ان هي من جوه يعني الحشو بتاعها اللي من جوه ما يديلهاش الفوليوم ده او العلو ده، بس هي علشان متقفلة كويس منفوخة كده اهي. ادي قطعة اهيت على قريبة خالص مننا اهيت، هنكسرها ونشوف اهي. شوفي اهي منفوخة ازاي وفاضية من جوه، مفيش فيها غير معلقة الكريمة اللي انت حطيتيها وشوية المكسرات مقرمشة اهي، ماسكة نفسها. قطعة فعلا تستهلكوا جربوها، وإذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشير واشتركوا في القناة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وكل سنة وانتم بألف خير يا رب. السلام عليكم.